ولكن لفت للنظر في هذا الأمر أستاذ عبد الحميد هو وجود مهاتير محمد، ذلك الرجل الذي يعلق عليه كثيرون الآمال ويعتبرونه رجل إسلامي، فكيف ترى هذا الأمر؟ طبعا يعني انا الى يعني مجريات التحقيقات وتفاصيل التحقيقات هذه لم نعرفها حتى الان، يعني حتى يقال ان الهند كونها انها يعني لم تجرؤ على ان توجه له اتهامات بانه يعني داعيه مسلم يعني وهكذا، يعني وجهت له اتهامات بالفساد يعني. فبالتالي يعني اعتقد ان اذا كان اذا صح ان السلطات الماليزية قامت بالتحقيق معه، ربما هي تحقيقات بموجب قوانين، ربما في هناك اتفاقات ما بينها وما بين الهند. لكن أنا أؤكد لك أن وأستبعد تماما أن تقوم السلطات الماليزية بتسليم الداعية ذكر نايك، وربما حتى هناك تصريحات لرئيس الوزراء الماليزي صرح وأكد هذا الامر بشكل صريح ان يعني مستبعد ان تسلمه الى 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 الهند يعني. نعم، ولكن استاذ عبد الحميد يعني. نعم، فيما يتعلق برئيس الوزراء الماليزي حينما حدثت تلك الواقعه قال بانه من حق الدكتور ذاكر نايك ان يتحدث كما شاء في اطار الدعوه للاسلام، ولكنه ليس من حقه ان يتحدث عن السياسه العرقيه في الدوله الماليزيه، فكيف رأيت هذا التصريح؟ أنا لم أسمع هذا التصريح، لكن ربما لديه أبعاد أخرى، ربما لديه يحاول أن يخرج القضية من أزمة عرقية وأزمة يعني طائفية في الهند إلى أنها تكون يعني ربما هي مسألة إنسانية. أنا أتصور أن إذا صح هذا التصريح أو إذا كان هذا التصريح فهو ربما يكون يحاول ان يجنب الشخص، او يعني معروف في سياسات الدول ان قد تستقبلك الدوله وقد تستضيفك وترحب بك في اي دوله من الدول، لكن الدول لها حسابات اخرى يعني في اي دوله، ربما حتى الدول الاوروبيه التي يعني تتشدق بحقوق الانسان والحريات وهكذا، ربما تستضيفك وتوفر لك كل امكانيات الراحه، لكن لا يكون ذلك مدعاه انك انت يعني تسوء علاقتها او يعني توتر علاقتها بدوله اخرى، لان يعني ربما يكون هناك حسابات اخرى، فبالتالي اعتقد ان يكون تصريح رئيس الوزراء الماليزي يندرج في هذا الاطار، خاصه ايضا ان الهند ماليزيا ايضا لديها عرقيات واثنيات اخرى، وبالتالي لا يريد هو ان يفتح المجال، لان ممكن الهند ترد مثلا بهذا الامر وتقول عندكم